هلا بجميع ان شاء الله تكون بخير. بعرف شايفيني بهالمنظر، ما بعرف شو بقولوا له، انه منظر رسمي يعني مش متعودين هيك، بس انه ماشي الحال صراحه. بعد جاي من الدوام واجواء هون بقطر هلا كثير واو يعني. وانا الصراحه الفيديو الجاي حيكون عن منتجات قطر، يعني انه العالم اللي جاي تحضر كاس العالم تعرف شو المنتجات القطريه، شو في انتاج قطري مشترى، يعني في تشيبس، في عصاير، في كثير اشياء ما بتتخيل يعني، موضوع رهيب. فان شاء الله الاسبوع الجاي لا نهار الاربعاء حيكون في فيديو سبيشال بس عن قطر، منتجات قطريه. وانا لازم التزم وكل سبت نزل فيديو، وهذا احلى فيديو لعينكم. وبالنسبه لفيديو اليوم حيكون عن سباركلينج ووتر، بس قبل ما نبلش خلونا طالما نحب اجواء فوتبول كل واحد يقول لي هو اي فريق بشجع، حطوا تحت بالكومنت. بالنسبه لي برازيل. وهيدي اربع منتجات لنا اياها اليوم. خلونا نبلش باول واحد، حننقي اخر شيء الازرق. اول شيء على جوافا، حلو. في عنا سباركلينج ووتر على جوافا، هيدي صناعه المملكه المتحده. اول واحده معنا اليوم شو اسمها، شركه روبيكون. شركه روبيكون عم تعمل سباركلينج ووتر على طعمات مرتبه. خلونا نجرب هيدي صراحه. لون جوافه، اتس اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم جوافه على فكرة بالنسبة لهذا المنتج كتير مفيد، احسن من السوفت درينك اللي هني بيبسي 7 اب ميراندا. هلا هو كهذا منتج اذا بروح على الاسواق اكتر بيضرب اكتر. بالنسبة لهذا المنتج كطعمة بعطيه 8 من 10، كتير طيب. طعم الجوافة حلوة مع الفايبريشن اللي هني شو بقولون، والله بنسى اسمه محيات، شو اسمه، غاز مع الغاز. والسبب الثاني ليش انا هذا منتج فضل عن هذيك، لانه هيدا سباركلينج ووتر يعني مي مكربني، ف حيكون صحي اكثر. وروح على منتج ثاني اللي بعده اليوم، هذا اخر معنا 8 من 10. المنتج الثاني معنا اليوم حيكون على باشن، او نايس، باشن فروتس. هيدي هي كل العالم، مش كل العالم بس اكترية العالم بتعرف باشن فروتس. باشن فروتس ببلادنا بقولوا لها سبع فواكه، فاجدادنا يعني سعلمونا على اسمها سبع فواكه، بس هي اسمها باشن فروتس بس. مسكرون كمان نفس لون الميراندا تقريبا، بس الميراندا اليو اس مش الميراندا اللي عندنا. بنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. واو كتير طيبة، طعمة الباشن كتير كتير واضحة. كله معدله جايب على يعني على بالمليمتر. انا صراحة مبسوط كتير من هذا المنتج. روبيكون، اسمها الشركة روبيكون، بدي افرجيكم على الشركة اسمها روبيكون. اللي بيشوفها ما يتردد يشتريها ويحاول يجيبها بدل البيبسي و 7 اب. انا صراحة من هلا حبلش من هيدي بدل البيبسي و 7 اب روبيكون. طيب كتير ومفيد للصحة، مش مفيد يعني بس انه احسن من البيبسي و 7 اب. هذي كلياتها فيها الوان، هذي ما فيها. نروح لمنتج ثالث معنا، باشن فروت، بياخذ معنا 8.5 من 10. بنروح المنتج الثالث اللي معنا اليوم حيكون على بوميجرينيت، رمان روبيكون على رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا بالرحمن دائما وابدا. ايوه هوني وصلنا على الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. سباركلينج ووتر، مي غازية بطعمة الرمان.
لا صراحة أنا بحب الرمان فريش أكتر، هو أوريدي يعني بالأصل الرمان بتحسه كتير هيك حامض وبيتفاعل يعني بيهضم لحاله، مع غاز بيطلع أقوى بكتير، ف is not a good choice يعني منه اختيار جيد. هذا المنتج بياخد معي 7/10 not bad. نروح على المنتج الأخير. المنتج الأخير معنا اليوم حيكون روبيكان على مانجو. مانجو نشوف شو حيطلع معنا. هلا انا صراحة هلا بالسهرة حكفي هيدي جوابها، حبيتها كتير وضيف الشباب من هذيك. هيدي على مانجو، ما تفكروا انه المانجو حيكون هيك سميك مثل العصير، لانه هيدي مو غازية. لونها مثل المانجو. اوكي طعمي، بسم الله الرحمن الرحيم. فيها طعمة مانجا حلوة، المانجا الحلوة الحلوة يعني فيها حلاوة. مع غاز. منتج طيب، انا حبيت الشركة اول مرة بجربها. واحد بشوف هالشركة الديمو بنصح يجربها، مش هتخسر شيء والله، كتير طيبة حتعجبك. وانطروا الاربع الجاي حكون في عنا منتجات كتير قطرية ححطها قدامكم ونجربها كلياتها، بس اكيد ما حيكون في تقييم المنتجات القطرية، تعريف عنهم بس. ف ذاتس ات، هيدا كان كل شيء اليوم. ما تنسى تعمل سبسكرايب ولايك وتفعل زر التنبيه، تابعنا على الانستغرام، عمالك بحث هيك حلو، ونشوفكم فيديو جاي. سلام.